كنز القرصان. إلى البحار. جهز السفينة. آسف يا بينون. أنتما متعجلان. سنلعب لعبة القرصان في بيت كرزولين، أليس كذلك؟ أتأتي معنا؟ ليس اليوم، سأذهب لصيد السمك. حظا سعيدا. أهوي يا بحارة. واو، أهلا يا بلبلة. أنا جاهز للإبحار. القرصانة لين في خدمتك يا روزي. لست في خدمة روزي يا لين، أنت في خدمتي. أنا القرصان القبطان، اتبعوني جميعا. بلبلة أنت ببغائي. أنا بلبلة ولست ببغاء، وأيضا لما لا أكون أنا القبطان؟ وماذا عني أنا؟ أنا معي سيف القرصان، يجب أن أكون القبطان. وهل أكون القبطان؟ لن تكونوا كلكم القبطان. من يجب أن يكون يا روزي؟ أنا الأفضل في تسلق الأشرعة. لكن أنا أجيد رقصة القرصان. لكنك لا تقدر على هذا. إلى الأشرعة. وماذا عنك أنت يا لين؟ أنا ماهرة في صنع الأشياء. هذا ليس من صفات القرصان. ربما لسنا في حاجة إلى قبطان. القرصان القبطان هو الأفضل في العثور على كنز القرصان. ولكن أولاً يجب أن نخفيه. أتعنين صيد الكنز؟ هذا صحيح يا لين، إنما أحتاج إلى المساعدة في تحضيره. أنا أساعد، ماذا علي أن أفعل؟ سأعلمك كل شيء. ليس الآن يا بلبلة، روزي ستخبئ الأدلة وتدفن الكنز. عندما ترون علم روزي يرتفع في المتاهة يكون وقت الانطلاق. أهوي، انتبه، علم روزي. أمسكت بالدليل الأول. ما هذا؟ هذه فطيرة. أي نوع من الفطائر؟ أظن أنها فطيرة تفاح. وجدتها يا أصدقائي. الدليل التالي هو حيث ينبت التفاح. الحديقة. هذا هو الدليل. أطير عبر الفضاء وليس لي أجنحة. أطير من دون أجنحة، إن هذا مثيل. إلا إذا كنت في الأرجوحة. بالفعل، مكان الأرجوحة. إلى الأرجوحة يا لين. كرز، قبعتك. هذا هو الشريط اللاصق يا فكري. شكراً، سأعطيهم الدليل عندما يأتون. أهلاً يا بينون، كيف يجري صيد السمك؟ ليس كما يجب، أما زلتم تلعبون لعبة القرصان؟ أرزا وأنا ننظم صيداً للكنز، ومن سيجد هذا سيصبح هو القبطان. سأقوم بإخفائه الآن. أتمنى أن توفق في الصيد. وجدته. ماذا كتب؟ لا أرى جيدا. هكذا أفضل. دوائر كثيرة. 1 2 3 4. 4 دوائر. ما معنى هذا؟ لقد عرفت، ساحة العروض. إلى ساحة العروض يا لين. شكراً يا رومبا. يجب أن أرتاح. غطاء عيني بلبلة.
أرأيتم؟ أربع دوائر. أوه، انظروا، ها هو الدليل التالي، إنه سياج وبداخله ثقب. سهل، المتاهة. هيا بنا. ما أجمل هذه اليعسوبات. أهلا. الكنز. سيف رومبا، لكن أين رومبا؟ وأين الجميع؟ وجدته. هذه تلة. وسهم يشير إلى الأعلى. عرفت، إنه ذكري. هذا ما كنت سأقوله. هذا شريط لاصق. شريط لاصق؟ هذا ليس دليلاً. روزي طلبت مني أن أقول لكم إنه سيساعدكم. ولكن كل الأدلة كانت هكذا. مهلاً، هناك شيء على ظهر الورقة. إنه الملعب. العلامة توضح المكان. الكنز هنا بالتأكيد. هيا. نجحنا. لا شيء هنا. روزي، نحن لدينا مشكلة بسيطة. مرحبا يا لين، ألا تشاركين في صيد الكنز مع الآخرين؟ أشارك، ولكنني تأخرت لأنني أحمل كيس القرصان. أحاول أن أصطاد، لكن الحظ لم يكن إلى جانبي. وأنا لم يحالفني الحظ لأكون قرصاناً. هل أشاهدك وأنت تصطاد؟ طبعاً يمكنك يا لين، قد تجلبين لي الحظ. لو لدينا عصا لاستطعنا تخليصه. أو حجر. هل أقوم بحركة سحرية؟ أحسنت يا رومبا، حررت الكنز. إنه يبتعد. بسرعة لنلحق بالكنز. مرة أخيرة. أمسكت بشيء ما. لا أجر على النظر، أهو أيضاً جورب يالين؟ إنه، واو، لقد اصطدت. الكنز. يا للعجب العجاب، اصطدت صندوق كنز حقيقياً. من القرصان البارع الذي وجد صندوق الكنز؟ لم يكن أي قرصان منهم. إنه بينون. أحسنت يا بينون، ولكن ماذا عن القراصنة؟ ماذا حل بأزيائكم؟ سيفي. غطاء عيني. لا، كانت قبعة رائعة. لا بأس يا كرز. واو، سيفي. شكرا يا لين. يبدو أن لين وجدت كنزا بديلا. وبما أن لين وجدت الكنز، فهذا يجعلها القرصان القبطان. أنا؟ تحية للقبطان لين. تحية. وماذا عن الكنز الحقيقي؟ من الأفضل أن نتقاسمه. واو. الألوان للوجوه كانت أفضل كنز قراصنة. نعم، وبمساعدة بينون ولين صرتم قراصنة حقيقيين. أهوي. أنا سعيد لأن لين فازت، لكن ما زلت أتمنى لو كنت القبطان. كنت أبحرت عبر المحيط بحثاً عن الكنز. انتبه يا رومبا، عاصفة في الأفق. واو، النجدة. آسفة يا رومبا، كنت ألعب. كنت أعلم هذا. على كل حال، عندما أصبح قبطاناً لن أبحر بسفينتي إلا والبحر هادئ. وعاء الذهب.
أربعة، خمسة. ظللنا بالمنزل طويلاً. أتمنى لو أننا نلعب في الخارج. وأنا أيضاً، لكن علينا أن نستمتع حتى يتوقف المطر. واحد، اثنان، ثلاثة. ماذا تفعلين يا لين؟ هذا يوم الخبز عند بينون، سيحتاج إلى صينية الفرن. استعرتها منه لكني لا أجدها. توقف المطر، يمكننا الخروج. هاي، نعم. أجل أجل، مرحبا رائع، قوس قزح. إنه جميل. ألوانه كثيرة، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، وما اللونان الأخران؟ نيلي وبنفسجي. كنت أعرف. لقد سمعت أن في نهايته وعاء من الذهب. وعاء من الذهب؟ رائع، سأبحث عنه. وأنا أيضاً. أتعرفون، في أحيان كثيرة يكون البحث أهم من إيجاد الشيء. انظر، نهاية قوس قزح عند ساحة اللعب. والآن فلنجد الذهب. سأذهب لأبحث عن صينية فرن بينون. وأنا سأذهب لأرى إن كان في حاجة إلى المساعدة. لست أنت ولا أنت أيضاً، كلكم لا، لا أحتمل البعد عنكم. ترى ماذا تفعلين؟ أنا أختار من بين أوراقي اللامعة. وعدت بينون أن أعطيه بعضاً منها. لكنني لا أستطيع أن أختار. هذا لطف منك، بالتأكيد لن تندمي. نعم، لكن أيهم أختار؟ اقتربنا، سيكون هذا مدهشاً. ماذا سنفعل بهذا الذهب؟ نصنع تيجاناً ذهبية، أو يمكننا عده، أو نكون قراصنة معهم صندوق الكنز. ليس علينا سوى أن... ها؟ أين ذهبت نهاية قوس قزح؟ كانت هنا. إنها هناك. هيا بنا. مدهش، لم أعتقد أن يوم الخبز بهذه الضخامة. حسناً، هذا يوم الخبز الكبير. لا شيء أفضل عندي من يوم الخبز الكبير. أرى هذا حقاً. تحتاج مساعدة؟ لا شكراً يا روزي، كل شيء تحت السيطرة. غير أني قد أحتاج المزيد من الطحين. لا تقلق، سأحضره لك. أخيراً، نهاية قوس قزح ووعاء الذهب. أين؟ أنا حقاً لا أفهم، كان هنا لتوه. كلا، إنه في الخلف. هيا قبل أن يتحرك. حسناً، هذه المرة بالتأكيد سوف... كرز اختفى مجدداً. لن نتمكن من إيجاده هكذا. ربما تعرف لينا المزيد عنه، يمكننا أن نسألها. آسفة، لا أعرف كيف أجد نهاية قوس قزح. سمعت حكاية وعاء الذهب من بينون، يمكنكما سؤاله. فكرة جيدة. في هذه الحالة، هل تنزلانها وتعطيانها له؟ بالطبع. مرحباً بينون، هذه من لين. شكراً يا رومبا، أنا أحتاجها ليوم الخبز الكبير، وأحتاج المزيد من التفاح. أنت تعرف أمر الذهب في نهاية قوس قزح، أليس كذلك؟ حسناً، نعم، لكن أنا لا أعرف كيفية العثور عليه. سمعت الحكاية من روزي،
تستطيعان سؤالها. أتود أن نساعدك في جمع التفاح. من فضلكما. شكراً، حظاً سعيداً. وعاء الذهب في نهاية قوس قزح؟ نعم، أنت تعرفين؟ أرجوك قولي نعم. آسفة، لا أعرف كيفية العثور عليه. سمعت الحكاية من بلبلة. أوه، علينا أن نسألها. روزي، أتريدين أن نوصل هذا لبينون؟ من فضلك، نعم أرجوك. أتمنى أن تعرف بلبلة. شكراً لك، الآن فقط أستطيع البدء في يوم الخبز الكبير. ها هي بلبلة. تعالي، تعالي هنا. ليس مجدداً. سنساعدك. ها هي. أشكرك بشدة. بلبلة، هل تعرفين عن وعاء الذهب الذي في نهاية قوس قزح؟ حسناً، أعرف هذا لكنني... دعيني أخمن، تجهلين كيف نجده؟ وأحدهم أخبرك بقصته. هذا صحيح، فكري حكاها لي. هيا، قوس قزح سيختفي. فكري، كنا نبحث طوال اليوم عن نهاية قوس قزح لنجد وعاء الذهب. سألنا كل من نعرفهم وقالوا إنك تعرف كل شيء عنه. أرجوك قل نعم. أجل، هذه القصة كنت أعرفها منذ أن كنت شتلة. نعم. وآسف لقولي إن نهاية قوس قزح التي فيها وعاء ذهب تعني أن هناك كنزاً بعيد المنال. لكن هذا محال. مهما حاولت بكل قوتك هناك أشياء لا يمكن الإمساك بها. هذا صحيح. الآن قوس قزح اختفى. فلنذهب الآن إلى بيت اللعب، لن نجد وعاء الذهب أبداً. أنا آسف. نحن هنا لنساعدك. شكراً، يبدو أنه سيكون أضخم يوم للخبز في العالم. إنه لجميل أن نأتي لنخبز معك يا بينون. سمعت من فكري أن كرز ورومبا لم يجد وعاء الذهب. هذا مؤسف، أتمنى ألا يحزنا. لقد ساعداني اليوم في جمع التفاح. وساعداني أيضاً في إحضار الطحين. وساعداني أيضاً. وأنا. لدي خطة لإسعادهما. أحسنتما، هل وجدتما وعاء الذهب يا ترى؟ لكن فكري قال إن هذا مستحيل. واختفى قوس قزح الآن. صحيح، لكن يبدو أنه ترك لكما شيئا. رائع. حاولتما بجد إيجاد وعاء الذهب ففكرنا أن نصنعه لكما. ولأنكما ساعدتما في صنع كعك التفاح عليكما مساعدتنا لنأكله. أجل. أجل. هذا أفضل حتى من الذهب. انظر يا رومبا، قوس قزح آخر. ألا تريد أن تبحث مجدداً عن وعاء الذهب؟ لا شكراً يا روزي، ما زلت مدخماً بكعك التفاح من الوعاء الأخير. هذا مؤسف، ما زالت هناك فطيرتين، علي أن آكل كليهما. أظن أن هناك متسع بواحدة أخرى. فعلى أي حال نحن لا نرى قوس قزح كل يوم. قصة الطول.
لا جدوى من ذلك. ما المشكلة يا رومبا؟ أحاول أن أحضر طبقي الطائر لكني لا أصل إليه، فهو عالي للغاية. حسناً، سأحضره لك. شكراً يا روزي، ليتني كنت كبيراً وطويلاً مثلك. أنت تكبر بالفعل، انظر، كان طولك إلى هنا والآن وصل إلى هذه العلامة. ألم يزد طولي الآن؟ للأسف يا رومبا لم يزد منذ البارحة. تعال، هيا بنا لنلعب. أهلا روزي، أهلا رومبا، هل ستلعبان؟ نعم. أمسكته بمهارة يا كرز. نعم، نحن أفضل من يلعب هذه اللعبة. هذا ليس عدلاً، لابد أن أكبر وبسرعة. ابتهج يا رومبا، خذ جرب قبعتي، يمكنك أن تستعيرها. رائع، شكراً يا كرز. مرحباً بالجميع. أهلاً أرشي. رومبا، تعجبني القبعة. استعرتها من كرز. أوه، ليت لدي قبعة لتحمي عيني من الشمس، لكن حيوان الحرباء لا يرتدي الثياب. أنا لا أرى سبباً لهذا، سوف أصنع لك واحدة. هل يمكنك؟ مثل هذه تماماً؟ مثلها تماماً، فقط أصغر، لن تستغرق وقت. رائع، شكراً يالين. هيا أمسكي. أوه، ما زلت أتمنى أن أكون أطول. لحظة، عرفت كيف يمكنني أن أصبح أطول. تعالي معي يا روزي. رائع يا رومبا، أنت الآن أطول بكثير. أعرف. مذهل، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. أحب أن أكون طويلاً، يمكنني أن أرى المزيد من الأشياء هكذا. احترس. ربما كانت هذه الطريقة لزيادة طولك ليست مناسبة. نعم، قد تكون محقة. لقد خطرت لي فكرة أخرى. ما الذي تفعله؟ أنا أتمرن يا بلبلة لكي يزيد طولي. والآن أخبريني ما رأيك يا بلبلة؟ ما زلت قصيراً كما كنت دوماً. كنت أتمنى أن أصبح أطول. ما تحتاجه هو بعض المؤثرات. أعرف الوصفة المناسبة. حقاً؟ أجل. فلنحدد كم يبلغ طولك. والآن أغمض عينيك. ألك زعم كزعم كزير. اجعل صديقي رومبا أطول بكثير. أوه، أشعر بمفعول التأثيرات. هل ازداد طولي؟ أسرعي. كلا. أعني ليس بعد، إنها مؤثرات تعمل ببطء شديد. عليك الانتظار. أعتقد أني أحتاج إلى مساعدة شخص طويل وكبير بالفعل، ربما يقدم لي نصيحة. ترى ما رأيك في قبعة أرشي؟ إنها رائعة يا لين، إنك ماهرة. تبدو كقبعة كرز لكنها أصغر. مؤكد أرشي سيحبها. شكرا يا روزي، أتمنى ذلك. كنت أنوي الذهاب إلى فكري، فلنذهب معا. حسنا، سأترك القبعة هنا وأخذها لأرشي فيما بعد. هذه قبعة كرز، سوف أجربها، ربما تلائمني.
ليست مقاسي، لكني بالتأكيد أبدو وسيماً مثل كرز. أجل، بالتأكيد أنا أبدو وسيماً مثل كرز. مرحباً، مرحباً. هل أطفأ أحدكم النور هنا؟ بينون، كيف استطعت أن تصبح بهذا الطول؟ لا أدري يا رومبا. ربما لأنني آكل الكثير من الخضروات الصحية مثل السبانخ والبروكلي. أتريد القليل؟ أوه بالتأكيد. حليب؟ أوه بالتأكيد، شكرا. ربما تكون طويلاً لأنك تشرب الحليب من كوب طويل. ربما سينجح هذا. أول الحكاية، كنت صغيراً للغاية، الجدران القصيرة تحجب رؤياي، لكن بتعاون أصدقائي الجميل سأكون الآن ضخماً وطويل. مرحباً، هل من أحد هنا؟ روزي؟ كنت أتساءل أين اختفت قبعة كرز؟ يبدو أنها لم تعد مقاسي. أصبحت عملاق! كم هذا عجيب! يهي! لقد كبرت! روزي! روزي! انظروا! انظروا! تحولت إلى عملاق! انظروا كم أصبحت قبعة كرز صغيرة الآن! لابد أنها التمارين أو الحليب بالكوب الطويل أو بسبب مؤثرات بلبلة العجيبة. ألست عملاقا يا روزي؟ لا، لم يزد طولي، أليس كذلك؟ آسفة يا رومبا، هذه قبعة التي صنعتها لأرتشي. لا تقلق يا رومبا، في الماضي كنت قصيرا مثل حبات البلوط هذه. لا بأس يا فكري، لن أكون طويلا مثلكم أبدا. لا بأس. بسرعة النجدة، تعالوا بسرعة. أرتشي سقط هنا. أنا في الحفرة ولا يمكنه أن يخرج. أنا عالق. مسكين يا أرتشي. كلا، المكان جميل في الحفرة، صدى الصوت رائع. لكن لن تبقى هكذا إلى الأبد. اطمئني يا أرتشي، سأخرجك. يا إلهي، أنا كبير الحجم، لا يمكنني الوصول إليه. وأنا أيضاً، لذا طلبت مساعدتكم. أنا كبيرة الحجم أيضاً. يبدو المكان مخيفاً في الحفرة. دعوني أجرب، قد أستطيع أن أدخل لصغر حجمي، أو يمكن أن أدخل قدمي. كدت أن أصل إليك. أمسك بقدمي. رومبا هو بطل الشجاع، الوحيد الذي استطاع إنقاذي من الحفرة. أعتقد أن صغر الحجم ليس بهذا السوء. أنا أحب أن أكون كما أنا. أحبك كما أنت أيضاً يا رومبا. شكراً لأنك أعرتني قبعتك. وهذه لك يا أرتشي. شكراً يا لين، سوف ألبسها في المناسبات الخاصة. أنا أيضاً يعجبني أن أكون كما أنا. روزي، لقد قررت أن أكون سعيداً للغاية لأني صغير. هذا غريب، لكنك بالفعل أصبحت طويلاً الآن. حقاً؟ كيف هذا؟ انظر. رائع، انظري إلي، أنا عملاق. يهو. السباق الكبير. هيا نتسابق يا روزي. ليتني أفوز،
ليتني أفوز. مسكين رومبا، دائما أسبقه. ربما هذه المرة. سبقتك. ربحت ربحت، أنا الأسرع. أحسنت يا رومبا. أنا نجحت وسبقت روزي. أنت فزت. نعم تقريبا. أنا الأسرع، أنا الأسرع، ولكن لست أسرع مني. كرز أسرعوا من رأيت. لكن رومبا سبق روزي. وسأسبق كرز في أي يوم. أتتحدى؟ ربما كلاكما الأسرع، لكن أنا وحدي الأسرع والأسرع والأسرع. حسناً يا رومبا، لنتسابق إلى البستان. أوه لا، تركت رومبا يفوز علي، لكنه لن يسبق كرز. مهلاً، إذا أردنا تحديد الأسرع فعلينا التحضير لسباق ضخم حقيقي مع خط بداية وحكم وجائزة جائزة للفائز. أحببت الفكرة. وأنا أيضاً. أوه لا أصدق، أستطيع أن أفوز بأي سباق. أيقظوني حين تجازون. أنا فزت عليك يا روزي، لذا سأسبق أي شخص. إذا أردت الفوز بهذا السباق فستحتاج إلى مساعدتي. إذن سيجري سباق حقيقي اليوم. سيكون ضخماً. ماذا عن سباق دائري حول الحديقة كلها؟ واو، مسافة طويلة. والجائزة سلة من التوت البري. بينون قطف الكثير منه اليوم. نعم. بعض التمرينات للرشاقة. والآن أسرع. 1، 2، 3. حلبة السباق جاهزة. تعالي وانظرا، هناك سلة توت ضخمة للفائز. تقولين توت؟ يجب أن أفوز يا روزي. اقفز بخفة كالغزال يا رومبا. ماذا تفعلاني بالضبط؟ روزي تمرنني. سأهزم كرز بالتأكيد. عليك أن تتمرن جيدا. هي هذا لي. روزي تمرن رومبا، وهناك سلة توت كبيرة للفائز. أنت تحتاج إلى مدرب. ولكن أنا الأسرع، لا أحتاج للتمارين. ليست قصة الأرنب والسلحفاة السخيفة. حلبة السباق ليست سخيفة، إنها شاسعة. البداية من هنا. تعبران المتاهة ثم الأشجار، تعبران الملعب حول الأراجيح، وصولا إلى حديقة روزي، ثم تعودان إلى هنا. يبدأ السباق الساعة 3. لديكما الوقت الكافي لتستعد. ساعديني. يمكنك الفوز يا رومبا، وتذكر بخفة الغزال. تششع بمساعدتي. سيحقق كرز فوزا ساحقا. سوف نرى قريبا. صحيح يا رومبا؟ المطلوب. يام. رائع. والآن جاهز يا كرز؟ جاهز يا رومبا؟ استعد مع إشارتي. هيا. هيا يا رومبا. هيا يا كرز. تقدم يا رومبا. رومبا يستطيع الفوز. لا لا لا،
أسرع، تلقى تدريباتي البلبلية. سيدخلان المتاهة. لن تسبقني. من يتقدم؟ روما. نعم، كنت أعرف. لا أريد أن أرى هذا. هيا يا رومبا، فكر في التوت اللذيذ. ليس أسرع مني. كرس متقدم. هاي يا بينون، استعد لتسليم جائزة كرس. لم ينتهي السباق بعد. سيحزن رومبا كثيرا إذا خسر السباق. جريت كثيرا اليوم، أحتاج إلى الصراحة. رومبا متعب أكثر مني، مجرد الصراحة قصيرة. التوت، أنا أحبه. برشاقة الغزال يا رومبا، برشاقة الغزال، برشاقة الغزال، ولأجل التوت. كرز نائم. أستطيع أن أنام أنا أيضا فترة قليلة وسأصحو وأسبق كرز. لما تأخر هكذا يا ترى؟ لا أخبار. لا، أخبرني، هل حدث لهم مكروه؟ من الفائز؟ من الفائز؟ لم يعد يهمني من الفائز، المهم أن يكون بخير. ربما علينا اللحاق بهما. رومبا، كرز ليس هنا. أنا لا أصد. إنهما هنا. انهضا، يجب أن تنهي السباق. إنهما منهكان. تعالوا، عندي فكرة أفضل. فزت يا روزي. تخطيتما خط النهاية في العربة نفسها، وهذا يعني التعادل. وأيضا ستقتسمان التوت البري. أوه نعم، أنا جائع جدا. مع أن التعادل غير حماسي، لكن السباق كان رائعا. ونحن نقبل أن نقتسم الجائزة، صحيح؟ فزنا معا. انظري يا روزي، آكل التوت بسرعة كبيرة. ليس أسرع مني. نو نو نو. روزي. نعم يا رومبا. لا يهم من الأسرع، كرز أم أنا، صحيح؟ صحيح يا رومبا، المرح هو أهم شيء للأصدقاء. هيا لننام الآن يا رومبا. لنرى من ينام أولا. مجددا. ربحت. ليلة هانئة يا روزي. ليلة هانئة يا رومبا. حفلة الحشرات الخفيفة. مسكين يا رومبا،
اشرب هذا لتشفى. أوه، عندي زكام شديد. شكراً. أوه، أعطيني منديلاً من فضلك. أنت مسكين، لن تتمكن من الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة الليلة. الليلة؟ حفلة الحشرات الخفيفة الليلة؟ أوه، غير معقول. نعم، إنها الليلة. أمر مؤسف، صحتك لن تسمح لك بالذهاب. لا، لكن سأتحسن روزي. سأتحسن فعلا، صدقيني. تشو. خفيفة. حشرة. حفلة خفيفة. حفلة حشرات خفيفة. حبات البلوط متحمسة مثلي يا فكري. نعم هي متحمسة، الفرق الوحيد هو أنها لا تعرف ما هي حفلة الحشرات الخفيفة، فهذه أول مرة لها. هيا هيا اهدأنا، أنا سوف أخبركن عن حفلة الحشرات الخفيفة. هذه الليلة، في اللحظة التي تغيب فيها الشمس فوق الملعب، تخرج الحشرات الخفيفة طائرة من مغاراتها وتلمع كلها في الظلام عندما تطير في الفضاء راسمة أشكالها الجميلة. ونحن نتزين ونرقص أيضاً، وبعد ذلك نقدم لها وليمة من البراعم التي تحبها. من سيساعدني في جمعها؟ أنا. أرأيتي؟ أنا بخير، قلت لك ذلك. رومبا، عد إلى السرير أرجوك، أنت مريض ولا يمكنك النهوض. أنا بخير، انظري سأريك. رومبا، انظري و أتشو. أو ترى من أتى الآن. أهلاً يا لين. أهلاً يا روزي. أحمل إليك رسالة، إنها من أرزة. شو؟ أوه، أهلاً يا رومبا. أرزة تقول: الألوان الجميلة سوف تلمع، ولكن لن يراها الجميع تقريباً. حسناً، لا بأس، علي أن أذهب الآن بنفسي لأرى ما الأمر. نعم، أظن أن للأمر علاقة بالحفلة. أنا متشوقة، وأنت يا رومبا؟ رومبا مريض للغاية اليوم. مسكين يا رومبا، سأبقى معه إن أردت. شكرا يا لين، حاولي أن تعيديه إلى السرير. أتشو. إلى اللقاء، سأذهب الآن إلى أرزة، سأعود بعد قليل. لين، ليس علي أن أعود إلى السرير، إنه مجرد زكام. اسمعي، لما لا نتمشى قليلا؟ لكن روزي قالت. أعرف، لكنني بخير. ستتأكدين خلال النزهة. حسنا، ربما. هيا بنا. ها، إلى أين؟ لنساعد بينون في جمع البراعم للحشرات الخفيفة. لقد رأيت أشياء كثيرة مدهشة إلا حفلة الحشرات الخفيفة، وأخشى ألا أراها أبداً. ولكن لماذا يا أرزة؟ لأنها تطير على علو منخفض، ومن هنا يصعب رؤيتها. أنا حزينة جداً. لابد أن نجد طريقة لرؤية الحفلة. سوف أفكر في حل يا أرزة، أنا أعدك. رومبا مريض للغاية. أبعديه من هنا، أبعديه من هنا. فلتهدأي إذن يا بلبلة. قد نصاب مثله بما هو مصاب به، فلن نذهب إلى حفلة الحشرات الخفيفة. إنه فقط زكام. فقط؟ الزكام لا يقال عنه فقط.
هيا هيا أيتها الأوراق السخيفة. هل أنت بخير؟ لا بأس يا رومبا، ماذا تفعل خارج السرير؟ آسفة يا روزي، لم... ليست غلطتك يا لين، أنا أردت التنزه، لكن ربما علي فعلاً أن أعود إلى السرير. نعم، هذا أفضل حل. هيا. لا أمل لي في الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة يا روزي. لا أظن ذلك يا رومبا، لكنني سأبقى هنا معك. لا لا، اذهبي أنت يا روزي. لا لا بأس، غيرنا أيضا ستفوته الحفلة. أرزا لن تستطيع أن ترى حفلة الحشرات الخفيفة من مكانها. صحيح، أتمنى لو أن الحشرات الخفيفة لا تطير فقط حول الملعب، أعني لو أنها تطير في الحديقة فقد أراها أنا وأرزا بسهولة. يا رومبا، أنت فعلا على حق، علي الوصول إلى الملعب قبل فوات الأوان. ابقى هنا واسترح، سأعود سريعا أعدك. أتشو. لن أرى حفلة الحشرات الخفيفة أبدا، ولكن أرجو أن يفرح بها كل من يراها. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حشرة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة الحشرات الخفيفة. أوه، أين هي؟ هيا. بعد لحظات قليلة. إشارة يا بلبلة، مفهوم؟ الآن يا بلبلة، الآن هيا جميعاً اتبعوني. روزي روزي، هل هذه الحشرات الخفيفة؟ تعال وانظر، إنها مدهشة. أوه واو. شو؟ هيا بنا. شكرا يا روزي، أنت مدهشة. حسنا يا بلبلة، المحطة التالية. لقد نجحت خطتك يا روزي، الحشرات الخفيفة لا يمكنها الابتعاد عن البراعم اللزجة بالفعل. رأيت أمورا مدهشة كثيرة، والآن بفضلكم جميعا رأيت أمرا جديدا. لكن لماذا علي البقاء في الفراش يا رومبا؟ لست مريضة كما كنت أنت. ليس لأنك مريضة، إنها هدية لك لاهتمامك بي. لم أكن مريضا لطيفا، أليس كذلك؟ لا. أوه، هذه أزهار جميلة وعصير ولبن وقطعة حلوى. شكرا يا رومبا. أو ماذا؟ هناك شيء آخر قد يجعل هديتك فعلاً مميزة. هل تحضر لي بعض البرتقال الأزرق من فضلك؟ ها؟ برتقال أزرق؟ أنا غلبتك. أرأيت؟ أنا أيضاً لست مريضة لطيفة يا رومبا. لين والدببة الأربعة. هيا أرجوكي أرجوكي يا روزي. اهدأ يا رومبا، ألا تراني مشغولة؟ أرجوكي يا روزي،
سأبهر الجميع، أرجوك. حاضر، سأعطيك دور أحد الدببة. نعم، سأكون نجم المسرحية. سنرى، أين كنت؟ أي واحد؟ ماذا تعني يا رومبا؟ أي دب أنا؟ الدبة الأم؟ ها، رائع. هيا من جديد. روزي، ماذا الآن يا رومبا؟ أظن هذا لك. شكراً. والآن دعني أنهي مسرحيتي، وإلا لن تكون دباً أو نجم. لم تسمعي لي صوتاً. أوبس، آسف. انتهيت، كتبت المسرحية. شقراء والدببة الثلاثة. واو، أحسنت يا روزي. ماذا تقول الدبة الأم؟ لنبحث عن بقية الممثلين أولاً. ممثلون غيري؟ بالطبع، هناك الدب الصغير والدب الأب و... نعم، والشقراء والذئب. لا ذئب في مسرحيتنا، لحسن حظك. ها، هل أنتم جميعاً سعداء بأدواركم؟ نعم، صحيح، دور الراوي على مقاسي تماماً يا سادة يا كرام. هذا ممتاز يا فكري. بينون، أنت الدب الأب. حلمت دوماً بتمثيل دور الدب. كرز، ستكون الدب الصغير. هل هو صغير جداً؟ نعم. ولين، أنت شقراء. أحب أن أكون شقراء اللطيفة يا روزي. انسي هذا، شقراء ليست لطيفة، إنها فوضوية. لا أريد أن أكون فوضوية. وحبات البلوط، ستكونون الجمهور. العبي بعيداً الآن كي نتدرب على العرض. لماذا تفعل هذا دائماً؟ والآن يا فكري، هيا نبدأ التدريب. كان يا مكان، كانت هناك فتاة اسمها شقراء. أحب هذه القصة وأحب هذه المسرحية. ما هو دوري؟ لم يبقى لك دور يا بلبلة. كيف؟ أنا ولدت لأكون ممثلة. تحت هذا الريش تكمن نشمة كبيرة. انتظري يا بلبلة، يمكن أن تقومي بشيء آخر، صحيح يا روزي؟ ماذا؟ بالطبع، يمكنك أن تقومي بالمؤثرات الصوتية. مؤثرات صوتية؟ ما هي؟ مثل طرقات الباب، رفرفة العصفور. لا لا باب ولا عصفور، أنا ممثلة محترفة، أتفهمون؟ ماذا لو أصبحت مديرة المسرح؟ بمعنى؟ بمعنى أنك المسؤولة. ولدت لأكون مسؤولة أيضاً. جيد، إذن دربي الممثلين وأنا سأذهب لإحضار الملابس المناسبة للعرض. تمام، ها هي ثلاثة صحون وثلاث ملاعق وبقية الكراسي. أتمنى أن ترضى بلبلة، كانت تبدو حزينة. هيا يلي. يا له من منزل جميل، أنا متعبة جدا و... لين لين لين، ارفعي صوتك أكثر. آسفة يا بلبلة. اسمعي وركزي. يا له من منزل جميل، أرأيت؟ أصرخي من داخلك. حسنا. يا له من منزل جميل. لا، ذاك ليس الدب الصغير، هذا هو الدب الصغير. غوغي غوغي غو، من ينام في سريري؟
الآن افعل مثلي. جوجي جو، ترى من الذي ينام في سريري؟ واو يا رومبا افهم، الدبة الأم تضع أحمر شفاه لأنها سيدة. لن أضع هذا أبدا، وأنا أيضا لن أصرخ، وأنا لن أبكي كالأطفال ثانية. بل ستفعلون ما طلبت لأنني أنا المسؤولة. لكن نحن نلعب يا بلبلة. بينون على حق. إذن أنا أنسحب من اللعبة. مرحبا جميعا، كيف حال التدريبات؟ بصراحة ليست جيدة. أين بلبلة؟ رحلت. لم تتوقف عن إصدار الأوامر، جعلتني أبكي كطفل رضيع. أو يا خبر. اسمعوا، أيمكنكم تجهيز المسرح للعرض؟ علي التحدث مع بلبلة. بلبلة، ها أنت، لماذا تبكين؟ لا أحد يحبني. هذا ليس صحيحا، هم لا يحبون أن تصرخي فيهم. أنا آسفة، كنت فقط أحاول أن أشارك في المسرح كممثلة. بل أنا الآسفة، لم أكتب أدوارا كافية للجميع، إنها غلطتي. بل غلطة شكراء، لماذا دخلت منزل عائلة صغيرة؟ ثلاثة دبابات لا تكفي. لقد أصبت يا بلبلة، ثلاثة فقط لا تكفي. إلى أين تذهبين يا روزي؟ ستعرفين. قابليني عند التالة. مسرحية متى تبدأ؟ كوميدية، سنضحك نضحك. أريد حلوى. أيها الجمهور، نرحب بكم، سيبدأ العرض قريبا جدا. أين روزي؟ طلبت مني أن آتي إلى هنا. سأبحث عن روزي حالا. روزي. ترى، ما هذا يا روزي؟ قررت أن نمثل مسرحية مختلفة يا رومبا، مسرحية لين والدبابة الأربعة. تعال. أربعة دبابة. وقال الدب الأب: من الذي كان نائما في سريري؟ كذلك قالت الدبة الأم: من كان نائما في سريري؟ وقال الدب الصغير: جوجو، ترى من كان نائما في سريري؟ نعم. وقالت الدبة الجدة: من كان نائما في سريري؟ أنا، إنه أنا. نعم، اسمها الفارس رومبا والتنين. وما قصتها؟ واو، القصة عن الفارس الشجاع والوسيم رومبا الذي ينقذ الأميرة من التنين المخيف العنيف الشرير ويطير بها إلى قصره الجميل. واو يا رومبا، تبدو رائعة جدا. أتخيل أنني أميرة بشعر طويل ناعم وشامة فوق خدي. النجدة النجدة، أصرخ فتأتي أنت فوق حصانك السريع وتنقذني. هذا رائع، سأكون رائعة في دور الأميرة. أنا آسف، جعلت لك دور التنين. التنين؟ بل التنينة يا رومبا. أنا التنينة روزي. ما أحلى الصباح، ما أحلى المساء، أوقات هنا أوقات هناء، في البيت والحديقة
هدايا لي. احترس يا رومبا. هدف. هذا يوم مناسب للعب الهوكي. أوه، الجليد صلب وبارد. وبينون سيصنع مشروب الشوكولاتة وكعكة القرع في منزله بعد المباراة. مرحبا لين، هل ستأتين لمشاهدة مباراة هوكي الجليد؟ وصنعت لك هدية. هدية؟ أوه، أنا أحب الهدايا، شكرا لين. ترى، صنعتهما لكي يدفئك. لكن ما هذاني بالضبط يا لين؟ جوربان للأذن، لقد قمت بحياكتهما. هل يعجبانك؟ هدية لطيفة وزاهية، أليس كذلك؟ لين صنعتها خصيصاً لك يا رومبا. شكراً لين، أنا لم أتلقى أي هدية كهذه من قبل. مرحى، قمت بحياكة أشياء للجميع، لو أسرعت يمكنني أن أنهيها قبل مباراة الهوكي. مستعد لمباراة هوكي الجليد؟ ليس تماماً يا كرز، علي إدخال كل هذا القرع إلى البيت قبل أن يتلفه الطقس البارد. زرعت منه الكثير هذا العام. سيكفيني طوال الشتاء إن حميته من البرد. ملأت بالفعل كوخ الأوعية، لذا سأضع البقية داخل منزلي. ياه، المكان مليء به يا بينون. صباح الخير. مرحبا، بصفتي الحكم الرسمي للمباراة جئت لأرى كيف يسير إعداد الكعكة ومشروب الشوكولاتة. قمت بإعداد كل شيء في الصباح يا بلبلة. كعكة جميلة يا بينون، ولكن المكان مزدحم. بلبلة محقة يا بينون، كيف سيتسع المكان للجميع بعد مباراة الهوكي؟ لم أفكر في هذا. هذا لأن القرع في كل مكان، عليك أن ترصه في كومة واحدة. بما أخبرتك، متسع للجميع الآن. استغرقنا وقتاً طويلاً. هيا بنا، روزي ورومبا سيتساءلان أين ذهبنا. أنتم محقون يا حبات البلوط. مرحباً فكري، انظر ماذا صنعت لك. لأجلي؟ هذا لطيف منك يا لين، لكن ماذا سأفعل بها بالتحديد؟ ترتديها بالطبع، إنها جوارب أغصان. جوارب أغصان؟ الجميع سيشعر بالدفء اليوم. انحني يا فكري. شكراً لين. على الرحب، سيحتاج الآخرون إلى ما حكته ليتدفأوا به في مباراة الهوكي. عذراً حبات البلوط، إنها جوارب أغصان وهي تسبب لي حكة. عذراً على التأخير. بينون ملأ منزله بالقرع للشتاء، كان علينا رصهم. أنتم مستعدون؟ بالتأكيد. ما الذي تضعه على أذنيك يا رومبا؟ إنهما جوربان للأذن، لقد حكتهما لي لين. جيد أنها لك وليست لي. الجميع في أماكنهم. مرحبا، لقد صنعت هدايا للجميع. هدايا؟ أحب الهدايا. تفضل يا بينون، هذه لك يا روزي. شكراً لين. كرز، هذه لك. لي أنا؟ ولكنها ضخمة. لقد عملت لين بجداً كي تحيك لنا هذه الأشياء. إنها حقاً ضخمة القيمة يا لين. يسعدني أن حياكتي أعجبتكم.
الآن أنتم مستعدون للعب. وشاحي، أنا قادم يا كرز. والآن الكرة مع بينون. أين ذهب الثلج؟ واو، أخذتها يا روزي. احترس يا بينون. واو، ليس مجددا. ويبدو أن كرز سيحرز هدفا. أنا قادم. واو، وسقط كرز. لقد تعثرت، ولكن كان هذا خطأك يا رومبا. لا تلومني يا كرز، هذه الجوارب الغبية هي السبب. لم يقصد رومبا هذا، أليس كذلك؟ لا بأس يا روزي، رومبا محق. لم أصنع لكم أشياء مفيدة، أعتذر عن إفساد المباراة. لا تذهبي يا لين. سأذهب إلى فكري، على الأقل قد أعجبته الجوارب. لم أقصد أن أضايقها يا روزي، أنا متأكدة من ذلك. سأذهب لأعتذر منها. علينا أن نبين للين كم هي غالية علينا جميعاً يا رفاق. تظنين أنها ستأتي لتناول كعكة القرع ومشروب الشوكولاتة؟ إنها فكرة جيدة، سأذهب لأخبرها. حسناً، سأعد مشروب الشوكولاتة. وأنا سأقطع كعكة القرع. بمناسبة القرع، ألن يقع هكذا؟ لن يقع بالتأكيد. انظر، احترس يا بينون. يا إلهي الحليب. والكعكة، الكعكة تدمرت. لدي المزيد من الحليب والكعك، لكنني أخشى ألا يتسع المكان للحفل. أعتذر عن عدم ارتداء الجوارب. أتعرفين، الأشجار لا تحتاج إلى جوارب. لم أقصد إزعاجك يا لين، سأرتدي جورب الأذن كل يوم من الآن. لا بأس يا رومبا، لم تكن هدية جيدة على أي حال. نعم. فاتتك رؤية كرز وهو يحاول إمساك العصا بقفازي. هناك فائدة واحدة من أشيائي، إنها تسببت في إضحاك الجميع. كنا بالفعل نبدو مضحكين. لين، أردنا أن نشكرك جميعا لأنك أردت تدفئتنا، فلتأتي إلى بيت بينون معنا. أعد لك مشروب شوكولاتة خصيصاً. لذيذ. كارثة، مشكلة، أخبار سيئة، ألغي الحفل. منزل بينون تدحرجت كل ثمار القرع التي كانت فيه وحطمت كل شيء. ثمار قرع؟ اهدأوا قليلاً يا حبات البلوط. أظن أنها عالقة. لا بأس يا حبة البلوط، سأخرجك. فلنبقيها في الداخل بعيداً عن المشاكل. نبقيها في الداخل؟ بالطبع، فكري أنت حقاً عبقري. هيا يا لين، سنحتاج كل ما قمت بحياكته. مستعد؟ القرع. الطريقة المثلى لتخزين القرع كله يا بينون. لين، نحتاج المزيد. لا، لن أستطيع الحياكة بأسرع من هذا. إذن سنساعدك جميعا. ألم تنسى شيئا ما يا رومبا؟ الاستحمام، المنامة، غسيل الأسنان، هذا كل شيء، أليس كذلك؟ ماذا عن هذين؟ هل علي حقاً أن أرتديهما؟ من قال لك إنك سترتديهما؟ إنهما يصلحان كغطاء جيد لعصا الهوكي.